لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجمله بالخلق الكريم، وتفضل عليه بالتوبة والعفو العظيم. سبحانه تفرد بالعظمة والجلال، وتقاصر خلقه عن بلوغ الكمال. أما بعد، رضا نصر من مدارس ابن خلدون بحي الياسمين يحييكم، وأهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء في درس جديد من دروس الوحدة السادسة ومادة لغتي ثاني من عيادة المريض. في الدرس الأول تحدثنا عن آداب زيارة المريض، وكيف زار صالح محمد بالمستشفى، وهل تأدب بآداب زيارة المريض. وجدنا بالفعل أن صالح تأدب بزيارة المريض، ومنها أنه تلاطف معه في الخطاب، أثنى عليه في حالة المرض، كان قليل الوقت معه في الزيارة، لم يكثر في الزيارة عليه، ذكره بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال له الكلام الطيب، ثم في النهاية دعا له بسلمك الله يا صديقي، وأتمنى له في نهاية الدرس أتمنى له الشفاء العاجل. أراجع معكم في الدرس قراءة سريعة. عيادة المريض. صالح: الحمد لله على سلامتك يا محمد. محمد: سلمك الله يا صديقي. صالح: خذ هذا الدواء. محمد: هذا عسل وليس دواء. هذا عسل وليس دواء. الطبيب: خذ العسل يا محمد ولا تتردد، فالعسل دواء لألم البطن. محمد: شكرا لك يا صديقي. صالح: أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله. وهذا هو ما تحدثنا عنه، أن في نهاية الدرس في نهاية الزيارة تمنى صالح لزميله محمدا أن يعجله الله بالشفاء العاجل، وأن يرجع إلى دوامه بالمدرسة، وأن يحضر الدروس معهم بمشيئة الله تعالى. من هذا الدرس يتضح لنا قيما تربوية جليلة وعظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل بزيارة المريض. والحديث الذي تحدثنا عنه هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، عندما قال: من منكم عاد مريضا؟ فقال: أنا يا رسول الله. ثم من أصبح صائما؟ ثم من قال: من أتبع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. ثم من أفطر مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت هذه الأشياء في رجل إلا ودخل الجنة. فهذه صفات من الصفات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجد في رجال من أهل الجنة. لو سألنا أسئلة لأحبابنا وقلنا: استخرج من الدرس كلمات بها مد بالألف. أحسنتم أحبابي، نجد أن كلمة صالح مد بالألف. نجد كمان أن كلمة أحسنتم، كلمة سلامتك أحسنتم. نجد كمان أن كلمة الدواء أحسنتم. نجد كمان أن كلمة دواء أحسنتم. هناك كلمات كثيرة أحسنتم، وأجد أن هناك طلاب كثيرين يتنافسون في الإجابة. أحسنتم طلابي الأعزاء. نجد كمان أن هناك كلمات بها مد، زي كلمة العاجل. أحسنتم كلمة العاجل مد بالألف. طيب، إذا رجعنا مع بعضنا الكلمات التي بها مد بالياء، نجد كلمة صديقي. أحسنتم صديقي. أين الكلمة الثانية؟ الطبيب. أحسنتم. كلمة الطبيب هنا مد بالألف. الطبيب. أحسنتم. مد مع الممدود ب. كذلك هنا كلمة صديقي. أحسنتم يا أبطال. أحسنتم. إذا رجعنا إلى الاستخراج كمان، لو سألت طلابي الأعزاء كلمات بها القمرية،
نجد أن كلمة أحسنتم كلمة الحمد 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 كلمة بها آل قمرية، أحسنتم أحسنتم. أي كلمة ثانية؟ أجد أن هناك طلاب صوتهم ارتفع في الإجابة، أحسنتم طلابي. كلمة أي كلمة ثانية؟ العسل العسل، أحسنتم كلمة العسل، أحسنتم كلمة العسل العسل القمرية، أحسنتم. طيب أين أبطلت كلمات التي بها الشمسية؟ أحسنتم ممتاز، أحسنتم أحسنتم. سرعة الإجابة في كلمة الشفاء الشفاء، أحسنتم كلمة الشفاء، ممتاز يا أبطال، أحسنتم أحسنتم. وكي كلمة هناك كلمة أخرى، أسمع أسمع هناك كلمة أخرى، كلمة الدواء، أحسنتم في الإجابة، الدواء هنا لام شمسية، أحسنتم يا أبطال أحسنتم وجزاكم الله خيرا، أحسنتم يا أبطال. طيب إذا انتقلنا يا أبطال إلى كلمة إلى أسئلة الدرس عن درس عيادة المريض، نجد أن هناك بعض الأسئلة وأسئلة سهلة جدا بمشيئة الله تعالى. السؤال الأول، ماذا قال صالح عندما رأى محمدا؟ ماذا قال صالح عندما رأى محمدا؟ أحسنتم 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 الإجابة، أحسنتم أحسنتم. قال صالح الحمد لله على سلامتك يا محمد، الحمد لله على سلامتك يا محمد، وحمد الله ثم أثنى عليه. السؤال الثاني، بما أجاب محمد؟ بما أجاب محمد؟ أحسنتم أحسنتم. أجاب محمد، أجابه محمد، سلمك الله يا صديقي، سلمك الله يا صديقي، أحسنتم أحسنتم. السؤال الثالث، ماذا قال صالح؟ ماذا قال محمد عندما أخذ العسل؟ ماذا قال صالح عندما أخذ العسل؟ أحسنتم. ماذا قال صالح عندما أخذ العسل؟ أحسنت، قال شكرا لك يا صديقي، شكرا لك يا صديقي. وهذا درسنا قيمة تربوية نتعلم منها جميعا، أن من أصنع لي صنع لي معروفا لابد أن أشكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. أحسنتم أحسنتم طلاب الأعداء. السؤال الرابع، ماذا طلب الطبيب من محمد ولماذا؟ ماذا طلب الطبيب من محمد ولماذا؟ أحسنتم، طلب الطبيب من محمد أن يأخذ العسل فهو دواء لألم البطن. طلب الطبيب من محمد أن يأخذ العسل فهو دواء لألم البطن، أحسنتم أحسنتم طلابي. وماذا طلب الطبيب من محمد ولماذا؟ طلب الطبيب من محمد أن يأخذ العسل فهو دواء لألم البطن، أحسنتم وبارك الله فيكم. نأتي للسؤال الأخير، ماذا قال صالح قبل أن يودع محمدا؟ وقلنا أن صالح لم يطل في زيارة صديقه، وهي من آداب الزيارة، ولم يمكث عنده طويلا، هذا برضو من آداب زي ما تحدثنا من قبل، وقلنا هذه من آداب الزيارة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صالح قبل أن يودع محمدا؟ قال صالح أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله، قال صالح أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله. ماذا قال صالح قبل أن يودع محمد؟ قال له صالح أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله. وهذا ما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة المريض، لابد أن ندعو له وبدعاء بالشفاء العاجل عند زيارة المريض، أحسنتم أطلب. ثم انتقل بعد ذلك الأسئلة، أصل الكلمة بما يناسبها من معنى، أتمنى أتمنى هل القريب أم أحب؟ أتمنى، أحسنتم أحسنتم، أسمع إجابة جميلة، أحسنتم أحسنتم. أتمنى معنى أحب، أحسنتم. العاجلة بمعنى القريب، أتمنى لك الشفاء العاجلة العاجل، أي أتمنى لك الشفاء القريب القريب بإذن الله. أتمنى لك أي أحب لك الشفاء العاجلة بإذن الله، أحسنتم طلابي أحسنتم وبارك الله فيكم أحسنتم. سؤال بعد ذلك، لماذا يحرص محمد لماذا يحرص فواز أن يتناول الفطور مبكرا؟ كنا أهمية الفطور وتحدثنا عنه قبل، أن الإنسان لابد أن يذهب إلى المدرسة بعد أن يتناول فطوره، لأن التأخر في الفطور يصيب الإنسان بالإرهاق والتعب الشديد.
لماذا يحرص فواز على تناول الفطور مبكرا؟ أحسنتم، لأن الفطور يزوده بالطاقة لحين العودة من المدرسة. لأن الفطور يزوده بالطاقة لحين العودة من المدرسة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا طلابي الأعزاء. السؤال الثاني: نسى فواز في يوم من الأيام أن يتناول الفطور، ماذا يمكن أن يحدث له؟ أسمع إجابات لبعض الطلاب. نسى فواز في يوم من الأيام أن يتناول فطوره، ماذا يمكن أن يحدث له؟ ماذا يمكن أن يحدث له؟ من يتوقع الحدوث لفواز عندما ينسى تناول فطوره؟ إجابات متنوعة. أحسنتم طلابي الأعزاء، أحسنتم طلابي الأعزاء. بسبب الجوع ممكن أن يشعر بالدوخة وأن يشعر بالتعب والإرهاق الشديد. أحسنتم وبارك الله فيكم. أحسنتم.